كان أيضا هناك العديد من التوصيات التي ذكرها السيد الرئيس في كلمته الختامية. سنتناول هذه الكلمة بالتحليل من خلال ضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الهاتف، الأستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام. أستاذ أيمن، كيف تابعت الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة؟ الحقيقة هو حفل مبهر في التنظيم وفي العرض والكلام اللي كان فيه. يعني كعادة الحفلات اللي بتتم في مصر خلال الفترة الأخيرة، يعني الحقيقة أنا عايز يعني أشير بالتحية للسادة الزملاء والمسؤولين عن هذا المنتدى، لأنه أصبح أولاً تنظيم على أعلى مستوى من الجودة والدقة ويعني والإبهار. الحاجة الثانية إنه بيجمع يعني نخبة الشباب في العالم، يعني الحقيقة حاجة تسرق يعني شباب مصر مع شباب العالم، واختيارات الشباب للحضور الحقيقة اختيارات دقيقة وجيدة جداً ومبنية زي ما شفنا على القيمة العالية لهؤلاء الشباب في مختلف مجالات الحياة والإبداع، وده أصبح بيمثل عيد للشباب في العالم. يعني أنا شفت كثير من أصدقائنا الشباب في بعض الدول كانوا بيتواصلوا معنا أو بيبعثوا لي على أساس عايزين نشوف إزاي يشاركوا في هذا المنتدى العظيم. نعم. لهذه الدرجة كان المنتدى عمل دعاية فائقة ورائعة لمصر. يعني أعتقد إن إحنا لو قررنا إن إحنا نعمل دعاية وصرفنا فيها مئات الملايين من الدولارات، نعم، هتكفي الزخم الدعائي اللي حصل من خلال هذا المؤتمر. ما فيش شك، يعني هو مساحة مشتركة جامعة للبشر كما أشار السيد الرئيس في كلمته الختامية. أيضا في كلمته الختامية كما ذكرت من قبل، كانت هناك توصيات للمنتدى أشير إلى بعض منها: إعلان عام 2022 عام للمجتمع المدني، تقوم إدارة المنتدى والمؤسسات المعنية بإنشاء منصة فاعلة لمؤسسات المجتمع المدني المحلي والدولي. أيضا الإعلان عن حاضنة عالمية لرواد الأعمال، تكوين مجموعات شبابية من مصر والعالم للمساهمة في إجراءات قمة مناخ اللي هي كوب 27 المقرر انعقادها في شرم الشيخ، وتوصيات أخرى. كيف تبعتها وما الذي توقفت عنه من هذه التوصيات؟ والله الحقيقة شوفي، التوصيات دي في مجملها يستحق كل مراقب ومتابع أن يتوقف عند كل واحدة من هذه التوصيات ويلفت في الحديث، لأنه هذه التوصيات الحقيقة هي التطور والنتاج الطبيعي لهذا العمل الدؤوب لمنظمي هذا المنتدى العظيم. فضلا عن أنه الاستفادة من هذه النخبة الدولية من الشباب وهذا الزخم الإعلامي من المنتدى ده، إنه يشارك فيه أو تبقى فيه لجان تشارك في صياغة أحداث أو تساهم في حل مشاكل كثير من المشكلات، ليست المشكلات الإقليمية أو القطرية فقط ولكن المشكلات العالمية. أعتقد أن هذه التوصيات واللجان اللي هتنبثق عنه، وأتمنى أن تكون لجان دائمة على مدى العام وتدير هؤلاء الشباب وتدير الأفكار وتلتقط الأفكار ويعني تعمل على تطبيقها على الأرض، ده هيسهم في التنمية والتواصل على المستوى الإقليمي والدولي. نعم، يعني أذكر أيضا بعض من هذه التوصيات: تكليف رئاسة مجلس الوزراء مع شركاء التنمية لتحقيق امتداد أفريقي لمبادرات التنمية في مصر، تكليف الأكاديمية الوطنية للتدريب لإعداد برامج متخصصة للشباب العربي والأفريقي خاصة في تطوير القدرات في ريادة الأعمال والتكنولوجيا، وأيضا تكليف إدارة المنتدى لمنصة حوار تفاعلي بين شباب العالم ومصر وعرض نتائجه
بشكل دوري على مؤسسات الدولة، وتكليف إدارة المنتدى أيضا والجهات المعنية بإطلاق حملة دولية للتعريف بقضايا الموارد المائية الدولية. إلى أي مدى بترى أن هذه التوصيات جميعها والجلسات التي دارت على مدار الثلاثة أيام جاءت ملاصقة للتحديات التي تواجه مصر والعالم أجمع وأيضا التفكير في المستقبل؟ طبعا ده مستوى عالي من العمل ومستوى عالي من التنظيم والاستفادة من كل هذه التوصيات ومن توصيات اللجان التي ستنعقد وعمل اللجان اللي هتنبثق عن مجلس الوزراء ومتابعاتها سواء في المحيطين الإقليميين العربي والأفريقي، أعتقد أنها تؤدي إلى تنمية مهمة جدا. لكن أنا عايز أتوقف قليلا عند حاجتين. الأولى هي تعظيم دور المجتمع المدني. نعم، شوفي احنا في الحقيقة في الوطن العربي والأفريقي ومنهم مصر نحتاج إلى المجتمع المدني الحقيقي الذي يعمل على تنمية يعني المؤسسات التي تعمل على تنمية المجتمع بشكل حقيقي. وإذا الحقيقة اتحقق في مصر خلال الفترة الأخيرة بعض المنظمات المجتمع المدني، وأذكر منها مؤسسة صناع الحياة اللي بيرأسها حاليا سيادة الوزير محسن النعماني وزير التنمية الأسبق، وحققوا الحقيقة العمل التطوعي بأفضل وأنقى صوره في خدمة المجتمع المصري، ولذلك الدولة عهدت إليهم بجزء من مخصصات حياة كريمة، ونفذوا الحقيقة في الصعيد مجموعة من المشروعات الهائلة والعظيمة. نعم، ده دور المجتمع المدني الحقيقي. نقل هذه التجربة إلى أشقائنا الأفارقة ومحاكاتهم لهذا النموذج في دولهم، أعتقد أنها هتؤدي يعني هتؤتي بنتائج مهمة على سبيل التنمية، خصوصا إذا ربطناها بمسألة الفقر المائي اللي بتعاني منه مثلا مصر وبعض الدول، والجفاف والتصحر اللي بتعاني نتيجة الأزمات المناخ اللي بتعاني منهم بعض الدول الأفريقية خصوصا جنوب الصحراء، والتي أدت هذه المشكلة الجفاف والتصحر إلى حالات توتر وحروب عرقية بين أعراق مختلفة على الكلأ وعلى الماء. تنظيم هذه المسألة من خلال المجتمع المدني ده مهم جدا. يعني عفوا للمقاطعة، دور يعني هناك توصية بإعلان عام 2022 عام للمجتمع المدني وإنشاء منصة لتبادل الأفكار لمؤسسات المجتمع المدني المحلي والعالمي. من الممكن نقل مبادرة حياة كريمة لدول أخرى وأيضا التفاعل مع الدول الأخرى في يعني استنباط تجارب جديدة في عدة شؤون. والله أنا شوفي في المجتمع المدني في عدة دول أفريقية أو كثير من الدول الأفريقية والعربية اللي زرتها واشتغلت تحقيقات صحفية منها، لم أجد هذا النموذج المصري اللي أنا شفته في أعمال مؤسسة صناع الحياة وفي مؤسسات تانية طبعا بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. أتمنى لو تم نقل وتدريب شباب المنضمين او الراغبين في فكره التطوع وتدريبهم في مؤسسه صناع الحياه على نفس النماذج ومحاكاه نفس النماذج اللي انا شفتها في الصعيد، الحقيقه ده هيبقى مهم جدا. احنا فعليا نحتاج في بلداننا الناميه ديت الى مجتمع مدني حقيقي. هو ده الـ يعني ايه المجتمع المدني ومنظمات المجتمع المدني بالشكل الذي صدره لنا الغرب في سنوات معددة سنوات يعني من فترة، ده أدى إلى مشكلات وتوترات وأزمات، ولكن التنمية أو المجتمع المدني والمجتمع التطوعي ما تحتاجه هذه الدول هو العمل على تنمية المجتمعات، مساعدة الفقراء،
مساعدة الناس في القرى، مساعدة النجوع، وده 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 موجود في دول أفريقية كثيرة محتاجين لهذا النموذج، لأنه المشكلات سواء الصحية أو المائية أو الفقر المالي حتى في مجتمعات أفريقيا وبعض المجتمعات العربية يمكن معالجتها كما رأيت في 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 العمل في مصر. ممكن معالجتها بإمكانيات بسيطة، لكن تنقصنا أو ينقصهم الإخلاص في العمل، الانتماء. فده مهم أن يكون في تواصل مستمر على مدى العام ونقل خبرات واحتضان هؤلاء المتطوعين. في تقديري أن ده يعني هيقضي على الكثير من المشكلات، يعني هيقضي على كثير من المشكلات وهيعمل تنمية حقيقية. وكمان المهم ان هو هيخرج لنا قيادات شبابية عظيمة فاهمة مجتمعها بشكل حقيقي وعارفة مواطن الخلل فيه وعارفة ازاي تساعد في سد هذه الاحتياجات للفقراء او للمجتمعات المهمشة او الاكثر احتياجا. نعم. المستوى التدريب كمان ده مهم قوي انه يستمر. ولاحظي انه هؤلاء الشباب اللي احنا بنقول عليهم نخبة اللي موجودين في هذا المنتدى، اصبح المنتدى في حد ذاته اصبح بيمثل عيد للشباب في العالم. فالاستفادة من هذا الزخم ومن هذا الفرح في تعظيم قدرات الشباب، وهو نعم. فترة الحياة هي افضل فترات العمر عند الشباب، لان عندهم الابداع وعندهم الطاقة على العمل وعندهم القدرة على التحرك الدائم والسريع والإنجاز. يعني أعتقد أن أنا في تقديري أن منتدى شباب العالم ده من أفضل الأفكار اللي تم إنجازها في مصر ومن أفضل المؤتمرات اللي بتتم في العالم. وتاني بنحيي السادة المسؤولين عن هذا المنتدى. نعم، مما لا شك فيه في فعاليات اليوم الرابع، تابعت معنا اليوم يعني تخرج دفعات الأكاديمية الوطنية للتدريب والحديث عن دور الأكاديمية وما قدمته من برامج مختلفة لهؤلاء الشباب حتى يتمكنوا من القيادة. كيف ارتأيت هذا المجهود التي يعني قامت به الأكاديمية ونتاجه؟ والله الحقيقة ده مجهود عظيم، وقد يرى البعض ان هو يعني مجهود بسيط، لكن انا كباحث تاريخي اقدر اقول لحضرتك وللسادة المشاهدين ان احنا ازاء حدث هام جدا. لاحظي ان احنا من 52 الى 2010 كنا نحكم بشباب فترة 52 اللي هم ظلوا في يعني حتى شاخت الدولة وتوقف الإنتاج وتوقف العمل وتوقفت الإنجازات. فما يتم الآن مؤسسة التدريب أو أكاديمية التدريب واستفادة من هذه العقليات الشابة والجهود الشابة وتدريبهم ويعني تحسينهم، ده مهم جدا، لأن ده هينتج لنا قادة حقيقيين في خلال 7 أو 8 سنوات على الأكثر. هيكون عندنا قادة حقيقيين تم تدريبهم. نعم. وده الحقيقة السيد الرئيس لما أشار وجعل بعض عين البعض من الشباب مساعدين للوزراء والمحافظين، أنت كده بتخلقي جيل من القيادات الشابة التي اكتسبت خبرات من الخبرات اللي اتنقلت لها من الجيل الأكبر أو من الكبار. فأكاديمية التدريب دي أيضا من الأعمال العظيمة والتي ستظهر ثمارها، يعني في تقديري خلال سنوات قليلة هنجد عندنا خبرات عظيمة جدا. نعم. مش خبرات بس، خبرة وكفاءة عالية في العمل، يعني جهد وطاقة كبيرة في العمل وفي القيادة. أيضا كان هناك تكليف للأكاديمية الوطنية للتدريب لإعداد برامج متخصصة للشباب العربي والأفريقي، أي هناك اتساع في مهمها في الفترة القادمة سنشهده، وخاصة ذكر السيد الرئيس تطوير القدرات في ريادة الأعمال والتكنولوجيا. فيما ترى أهمية ذلك؟
شوفي أهميته، يعني أنا بصراحة سعيد بالنقطة دي جدا برضو، لأنه أهميته في أن يعني يظهر نبل مصر ونبل الرئيس المصري ونبل القيادة المصرية، فإنها لا تستأثر بالخير ولا تستأثر بالأعمال المفيدة. فإنه يدرب الشباب الأفارقة والعرب مع المصريين، إذن هو راغب في إشاعة الفائدة ليس على المستوى القطري عندنا والمحلي فقط في مصر، ولكن في المنطقة العربية والأفريقية. وهو مهم كمان إن إحنا، أنت عارفة سيادتك، هذا الدمج والتفاعل والتلاقح الفكري بين هؤلاء الشباب سواء في المنتدى أو في أكاديمية التدريب، أعتقد إن ده هيوحد الرؤى. وبالتأكيد هو بالفعل بيوحد الرؤى، وإحنا شفنا كنماذج لما كنا بنحضر مؤتمرات أو لقاءات فيها أجنسيات مختلفة، بالمناقشات بنتوحد في الرؤية تجاه قضايا محددة، بنتوحد في العمل. وده مهم جدا، لأن أصبحنا نحتاج ليس إذا إلى صراع الحضارات كما تم تصديره لنا منذ سنوات، ولكن نحتاج إلى تكامل الحضارات وتعاضد الحضارات والأمم، لأنه المستقبل واحد. يعني احنا شفنا جائحة كورونا لم تفرق بين أوروبا وأمريكا ودولة أخرى في أقصى الأرض يعني. فإحنا محتاجين كلنا أن احنا نتوحد على هدف واحد لإنقاذ الإنسانية. إنقاذ الإنسانية في يعني الأخطار اللي بنلاحقها أو بنواجهها كلنا، زي جائحة كورونا، زي الندرة المائية. لاحظي النهاردة يعني احنا بنتكلم في مصر 110 أو 105 مليون، النهاردة سنة 2050 هنبقى 167 مليون بني آدم، واحنا عندنا نزلنا إلى ما دون الخط الفقري المائي. وفي دول كتيرة كده، ودول بتعاني من أزمة الجفاف والتصحر. فبالتالي احنا محتاجين كل الأفكار وكل الجهود أن تتوحد في بوتقة واحدة لخدمة الإنسانية ولخدمة العالم. ونبل مصر ونبل رئيس مصر جاء في هذا السياق، أنه يوحد هذه الجهود لخدمة ليس مصر فحسب، زي ما حضرتك قلت أنه يعني تجمع وتدرب كل الشباب من مختلف أنحاء العالم، ليس في مصر فقط ولكن في العالم كله، وخصوصا في محيطنا أو محيطينا الإقليميين العربي والأفريقي. طب يعني تأكيدا لهذا الكلام، يعني جاء في كلمة الرئيس الختامية أن اليوم نحن في حاجة لاستنهاض العزائم لتحقيق البناء والتنمية، وننحي الصراعات جانبا ونمتلك القدرة لإدارة اختلافاتنا من أجل ذلك، ومن أجل ذلك اجتمعنا لضمان مستقبل أفضل لمصر والعالم كله. هذا ما جاء أيضا في كلمة السيد الرئيس في ختامها. بالتأكيد يعني أستاذ أيمن، تابعت أيضا معنا على مدار الثلاثة أيام العديد من الجلسات التي كانت بتناقش تحديات العصر وتحديات الأيام التي نحن فيها، من جائحة كورونا للتعامل مع الفقر بالتجارب التنموية لإعادة الإعمار في مناطق ما بعد النزاع. أيضا كان هناك حديث عن الفن والثقافة والإبداع. أي من هذه الجلسات توقفت عندها ويعني كان لك رأي فيها؟ شوف انا هقول في يعني حاجتين انا يعني اتوقف عندهم دايما، الثقافه والابداع، واتمنى ان تكون هناك ضمن المخططات المنتدى واستمراره على مدى العام، ان تكون هناك لجان نوعيه يعني ثقافيه في الشعر، في الثقافة، في الفنون الشعبية، في السينما. احنا عندنا في سينما في العالم الثالث، سينما مهمة جدا في أفريقيا، وفي يعني في مختلف فنون الثقافة، لأنه العلاقات الودية تتوثق بشيئين، بالثقافة، وطبعا الثقافة دي منها الدين، يعني أن يزيد دور الأزهر ويزيد دور الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، لأن دول مهمين ضمن ثقافة التدين في العالم، في العالم خصوصا الأفريقي والعربي، لمواجهة موجات الإرهاب.
فالثقافة توثق العلاقات أكتر، والاقتصاد مع ريادة الأعمال، وإن يكون في فتح آفاق جديدة للتبادل التجاري والاقتصادي، خصوصا ان احنا مثلا في افريقيا مصر بذلت جهود جباره، والرئيس الحقيقه بذل جهود جباره اثناء رئاسته للاتحاد الافريقي في اخراج ودفع الدول لتصديق برلماناتها على اتفاقيه التجاره الحره التي تمنع الجمارك او تعمل زيرو جمارك بين الدول الافريقيه. فده جزء الثاني اللي هو الثقافه والاقتصاد. نعم. الأمر الآخر اللي توقفت عنده الحقيقة وده مهم جدا في تقديري، حقوق الإنسان. حقوق الإنسان الحقيقية، شوفي القرآن سبحان الله رب العزة لما قال في كتابه العزيز الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعم. ودولت القيمتين الأساسيتين في الحياة، في حياة أي إنسان في العالم، اللي هو الأمن والطعام. وانا عايز يعني اطبق ده على الحاله المصريه، انه احنا دلوقتي بقدرات الجيش المصري العظيم والشرطه المصريه تم تحقيق الامن في كامل ربوع مصر شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. نعم. واصبحنا نعيش في امن قوي جدا. نعم. الحاجه الثانيه انه الاطعام، انت متخيله حاجه اللي تم في مصر ده حياة كريمة، زائد الإنجازات العظيمة التي تم تنفيذها في مصر. أول حاجة إن أصبح في عدالة في تنمية، عدالة في توزيع المشروعات على مختلف الجسد المصري، يعني زمان شمال وجنوب. نعم. الجنوب يعني أصبح يحظى يعني باهتمام. يعني أنا أقول لسيادتك من أقوال أساتذتنا العظماء، أستاذنا العظيم الراحل جمال حمدان لما قال القاهرة رأس كاسح على جسد كفيح. كانت القاهرة بتستحوذ على كل الخدمات والتنمية والإمكانيات حتى في الترفيه، فكانت القاهرة تحظى بكل شيء، ولذلك نشأت نتيجة العمالة التي جاءت من المحافظات الأخرى، نشأت مناطق عشوائية حوالين القاهرة، أكثر من 106 مناطق عشوائية اللي الدولة حاليا والرئيس بيعالجوا هذه المناطق، بيزيلوها ويدوا أصحابها أماكن أخرى. نعم. فزمان كانت القاهرة تستحوذ على الـ 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 كل شيء، النهاردة أصبح في توازن، يعني توازن في توازن وعدالة في توزيع المشروعات التنموية والمشروعات العملاقة. يعني لما أقول لحضرتك إن مثلا سيوة اللي تعداد سكانها 35,000 نسمة، اتعمل لها طريق من مطروح إلى سيوة بتكلفة 2 مليار و400 مليون جنيه. المحور الكباري اللي بيربط شرق وغرب النيل اتعمل مثلا محور في أسيوط بـ1.4 مليار جنيه، فضلا عن كثير، يعني لو قلنا لن يتسع الوقت بذكر هذه الانجازات. نعم. في اسوان كذلك، البحر الاحمر في حلايب وشلاتين تم عبر الجهاز المركزي للتعمير وجهاز تعمير البحر الاحمر انشاء خدمات لاهالينا في حلايب وشلاتين باكثر من 7 مليار جنيه. فاذا اصبحنا عندنا عداله في توزيع التنميه. هذه العداله وهذه المشروعات العملاقه استوعبت اكثر من اكثر من 3.5 مليون بني ادم من العماله العاديه. فتخيلي ده نوع من الاطعام، لان انت وفرت فرص عمل، فرص عمل لكثير، وفرت تنميه لكثير من المواطنين، وفرت خدمات لمواطنين في قرى فقيرة كان يعني كان صعب على أحد أهالينا في إحدى هذه القرى أن يوصل المدينة عشان يعمل مثلا إنجاز بطاقة شخصية أو توكيل محامي أو كذا، أو إجراء يعني معاملة رسمية. الآن تم توفير مجمعات خدمية في القرى، رص كثير من القرى، هذا الرص في كل مصر تقريبا. يعني دي حقوق الانسان الحقيقيه.
الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فالحقيقة ده رد على أي مدعي يتحدث عن حقوق الإنسان. حقوق نعم. الإنسان في مصر الآن هي توفير الطعام والأمن من الناس. طيب يعني بما ان حضرتك ذكرت حقوق الانسان، يعني كان هناك ايضا في فعاليات اليوم الرابع يعني حوار واسئله فيما بين سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي والمراسلين الاجانب، وكانت هناك عده طروحات كان منها الاهتمام بقضيه الوعي، وكان فيما يعني ايضا فيما طرح كان الحديث عن حقوق الانسان وحديث مطول. ما الذي توقفت ايضا عنده في هذا الحديث؟ عند الحديث ده توقفت عند ان حقوق الانسان فيما يتحدث فيه الغرب، تحدث فيه الشباب عن اشياء قد ظن البعض أن لا شاب يستطيع أن هو يتحدث بها أمام السيد الرئيس، وناقش السيد الرئيس الشباب والمراسلين في مختلف طروحاتهم بشفافية شديدة جدا وبصدق ونبل شديد جدا، يعني مما لا شك فيه. ولكن نريد أن نتوقف عند بعض الكلمات التي جاءت في هذا الحوار. السيد الرئيس أكد أن القدرة المالية والاقتصادية لمصر لا يجب أن تقارن بالقوى الاقتصادية في بعض الدول الأوروبية والأجنبية، وتساءل هل القدرة المالية لمصر كالقدرة المالية لفرنسا وإنجلترا وألمانيا؟ كان ذلك في حديثه عن الشأن المصري بصفة عامة، وأضاف خلال لقائه أيضا بممثلي الصحافة الأجنبية على هامش المنتدى في نسخته الرابعة أن مصر تحتاج تقريبا كل عام حوالي 20 مليار دولار لتغطية نفقات المصريين، وتساءل هل من الطبيعي أن نستطيع جني هذه الأموال وتوفيرها في البلاد بتظاهر أو بالحالة التي كنا عليها من قبل؟ لا يمكن طبعا. يعني هو ده أنا اللي بقول لحضرتك عليه، أنه تعامل مع الأمر بشفافية حقيقية، وهو قال ما يعبر عن الوجدان الإنساني الحقيقي، ان احنا عايزين ناكل الناس، عايزين نوفر لهم الامن، عايزين نوفر لهم المشروعات اللي يكون عندهم منها وظايف وشغل، هي دي حقوق الانسان الحقيقيه. التظاهرات ومسائل الانتخابات والديمقراطيه وما اشبه، وما تم تصديره لنا لتفخيخ المنطقه العربيه وتفجيرها ما قبل 2010 وحدث 2010 و2011، هو ده الذي هو اللي رجعنا ورا. لولا سيدتي وللعالم ينظر حوالينا، احنا لولا ان عندنا مؤسسات حقيقيه ومؤسسات عظيمه مثل الجيش المصري لكنا انهارنا لا قدر الله. فاحنا بصي يعني انا اقول لحضرتك في لفته بسيطه، انا شفت اب سوري في احد المخيمات اللاجئين في الشام من اكتر من سنه، يعني من سنوات، يعني في الشتاء، الاب ما كانش قادر يحمي ابنه يدفيه، يعني انت متخيله اب ماسك ابنه مش قادر يدفيه لانه ما معهوش حاجه يدفيه يغطيه بيها. احنا شفنا الدول الجوار اللي حوالينا كلها يعني الازمات اللي فيها، الشتات اللي هم عايشين فيه، نعم. مش يعني دي ازمات، ما فيش امن. انا شفت في هذه الدول سواء الافريقيه او العربيه اللي رحتها واللي فيها، واللي تم تصدير فكره الديمقراطيه وحقوق الانسان وما اشبه، النهارده بتنهار، النهارده ما فيش امن. انت عارفه، يعني انا مش عايز اقول اسماء عواصم في الدول العربيه دلوقتي، لا كله واضح للجموع يعني. يعني وكل الساده المشاهدين يعلموا ذلك، لانه ده واضح في الاعلام العالمي وفي الاعلام الدولي والمحلي، انه في اماكن انا شخصيا كنت بروحها كنت لا استطيع ان اتحرك بدون حراسه، او لا استطيع ان اتحرك بعد المغرب. النهارده احنا في مصر بنتحرك على مدار الساعه، نعم. في امن وامان. دي حقوق الانسان الحقيقيه. هم لما بيتكلموا على حقوق الانسان
هم في أوروبا وأمريكا لما حصلت مظاهرات فرنسا احنا شفنا ازاي اتعامل الشرطة مع المتظاهرين، شفنا في وول ستريت في أمريكا، شفنا في أماكن كتيرة. هذه الدول التي تبطل لنا فكرة حقوق الإنسان والديمقراطية وما غير ذلك. احنا مصر تتحدث أو تعمل، مش تتحدث بس، تعمل على حقوق الإنسان الحقيقية. النهاردة لما يكون عندنا زي ما قال سيادة الرئيس 2.5 مليون بني آدم بيتولدوا كل سنة ومحتاج إن هو يوفر لهم سكن وطب ومستشفيات وأكل وتعليم وتعليم، في حين إن مصر إلى الآن إمكانياتها بسيطة ومحدودة غير هذه الدول. أنت بتتكلمي في دول زي فرنسا مثلا كلها منتجة وكلها زراعة، احنا الانتاج عندنا يعني لولا ستر الله والاضافات اللي تم اضافتها في الانتاج الزراعي او المليونين فدان اللي تم استحداثهم في فترة الرئيس السيسي وما قبل الحقيقة في فترة الرئيس مبارك، كان في عدة يعني في مساحات تم استحداثها واعتمدنا على المياه الجوفية وتدوير المياه وإعادة تدوير المياه. يعني احنا نعيش في ستر الله. لما هم يتكلموا على حقوق الانسان، شوف هو احد الوزراء في فرنسا او الرئيس الفرنسي اتكلم، لما اتكلم على الامن قال لما يكون في امن قومي لفرنسا لا تحدثني عن حقوق الانسان. نعم، يعني أستذكر بعض الكلمات التي جاءت في حوار سيادة الرئيس مع المراسلين الأجانب. قال اعطونا الفرصة أن نتحول للأفضل دون ضغوط تؤدي إلى ضرر، وفي النهاية لن تقدروا على مساعدتنا. وقال الرئيس نتحدث عن جيل أو جيلين لحقوق الإنسان، الجيل الأول كان حرية التعبير والرأي وهذا جيد، ولكن ماذا عن الجيل الثاني المتعلق بالاقتصاد والاجتماع والصحة وغيرها؟ تحدثوا عن هذا وذاك، يعني في إشارة إلى أن حقوق الإنسان تشمل عدة جوانب بتسعى مصر إلى تحقيقها. يعني في نهاية حديثنا أستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير الأهرام، أشكرك على هذه المداخلة.